أقول بسم الله على بركة الله، وأول فريق راح يشاركنا في مسابقة السعي السقاية السقاية علي همش فهد السعير سلطان الحارثي أحمد الكثيري عبد العزيز الوابري. المسابقة معروفة مكونة من 7 أشواط، كل شوط له طريقة في السؤال وطريقة وآلية كذلك في الجواب. الشوط الأول 50 نقطة، ثم يرتفع إلى 100 نقطة في الشوط الثاني، ثم 150 نقطة إلى آخر شوط اللي هو الشوط السابع 350 نقطة. راح المشاهدين اللي انضموا معنا مجددا لمفاهمين في المسابقة من خلال مجريات اللعبة راح يفهمون اللعبة مباشرة. نقول بسم الله وعلى بركة الله. السؤال الأول طريقته نطرح السؤال مع 4 خيارات، إذا جاوبتوا عليه تأخذوا 50 نقطة، إذا أخطيتوا أو انتهى الوقت اللي هو 50 ثانية راح يتحول إلى المشاهد SMS وليس اتصال. مشاهدين أعزاء طبعا من باب الدعم اكتبوا اسم الفريق سواء كان السقاية أم الرفادة أم الوفادة، وانتظروا الإجابة. وقت ما أقول لكم يلا ارسلوا نشوف أسرع واحد مع الإجابة الصحيحة ويستاهل الجائزة. يقول السؤال الأول لفريق السقاية: ما عاصمة جمهورية غينيا؟ ما هي عاصمة جمهورية غينيا؟ هل هو كوناكري أم داكا أم ليون أم كابوري؟ طلعوا لي السؤال على الشاشة يا شباب. السؤال على الشاشة: ما عاصمة جمهورية غينيا؟ كوناكري، ليون، داكا، كامبوري. باقي لكم 30 ثانية. أكيد. خلاص إحساس. كوناكري. لا توكلنا على الله. ما اسمع؟ كوناكري. كوناكري. 50 نقطة. الإجابة يا سنان يقول لكم صح، برافو. تستاهلون 50 نقطة. 50 نقطة لفريق السقاية، وأنا أكررها قلتها تحت الهواء وبقولها فوق الهواء كذلك. الفرق في النقاط بين الفرق ترى بسيط جدا، بإمكانك تحسم النقاط بيوم واحد، بإمكانك تحسم النقاط بيوم واحد بين الفرق الثلاثة كلها. يعني منافسة كبيرة راح توصل لنهاية البرنامج، شدوا حيلكم واليأس إن شاء الله ما يكون إلا بعد البرنامج. السؤال الثاني طريقته: الأحرف المرتبة من 1 إلى 16، إذا فتحت مربع حيقسم عليك 25 نقطة، إذا جاوبت لي حتاخذ 100 نقطة مباشرة، أوكي؟ يقول السؤال: ما معنى اسم إسبانيا؟ مر علي. من 1 إلى 16. عندك خيار إنك تفتح المربع بس راح يقسم عليك 25 نقطة. لحظة شباب. ما معنى اسم إسبانيا؟ افتح رقم أربعة. افتحوا لي رقم 4 وخاص ب 25 نقطة. ألف. ثلاثة. افتحوا لي رقم 3. دال. 2. اثنين. باقي لك 25 نقطة. أدى. والله ما أعرف. ما عندك تفتح، إذا فتحت راحت عليك النقاط. أدى. عيال فتحين واحد قبل. أدى. ما معنى اسم إسبانيا؟ السؤال. يحتاج للاطلاع 5 ثواني. 4. الدائرة. 3 2 1. الدائرة. الساعة 10:30. جلد الأرنب. جلد الأرنب الإجابة الصحيحة، راحت عليكم 100 نقطة إن شاء الله والله ولا جت على بال المرات القادمة. السؤال اللي بعد الشوط الثالث يلا اللي هو مناصفة بينك وبين الفريق، اختار الفريق اللي راح يساعدك. الوفادة. الوفادة. الوفادة اللي هنا. الوفادة بدأ بجمع مع برغوث، ناصر كنهل، علي الغامدي، ياسر سنان. إذا جاوبتوا تأخذون 150 نقطة، إذا أخطيتوا أو طلبتوا المساعدة قبل انتهاء 50 ثانية هيكون ثلثي الدرجة لهم والثلث لكم. يقول السؤال: كان يتقاضاه جنود الرومان كرواتب، كان يتقاضاه جنود الرومان كرواتب، هل هو الذهب أم الفضة أم الملح أم السكر؟ خلاص أول 150 نقطة. توكلنا. بعيد. الملح. نثبت. نثبت الملح، باقي لكم 35 ثانية. الإجابة صحيحة. برافو برافو برافو. مبروك. برافو يا برافو.
150 نقطة من الشوط الثالث لفريق السباهي، تستاهلون والف مبروك. كذلك مقدما الشوط الرابع احرف متناثرة، معروف الطريقة، احرف متناثرة مع احرف اضافية لاجابة هذا السؤال. يقول السؤال احرف متناثرة في المربع مع اضافة احرف. يقول السؤال: ماذا تعني كلمة العراق؟ له الألف المقصورة، الطاء، الميم، الألف، اللام، ألف، شين، الهمزة، الألف، هذا الأحرف. ترى في أحرف إضافية كمان يا لا تعتمد عليها بس. أقرب شيء لا وين الشاطئ؟ لا لا أقرب شيء الشمطاء. بس خلينا نشوف. الشمطاء يا عزيز اصبر. لا لا خلينا نشوف شيء ثاني يمكن عندنا. لا مش هبط. لا 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 شاب ترى احتمال يكون في حروف إضافية. في حروف إضافية احتمال. ركزوا يعني مو شرط انه يكون كل كلمة مكونة من الأحرف الموجودة. الشاطئ. لا وين الشاطئ؟ الشاطئ. الشاطئ. يلا يلا الشاطئ. لا يا أخي لا لا. الشمطاء. الشمطاء الشمطاء إن شاء الله. الشمطار. الشمطاء. الشمطاء لو قلت الشاطئ كان إجابة صحيحة. يا أخي حرام عليكم. ما عليه. حلوين راح عليكم 200 وشلون الشاطئ العراق ما تجي يا اخي. الشوط الخامس 250 نقطة. الشوط الخامس رتب حسب الأسبقية. راح نذكر أحداث حسب الأسبقية وفاة أبو أيوب الأنصاري، أبو هريرة، أبو ذر الغفاري. ما أعرف مين اللي توفى قبل الأسبقية وفاة. أبو هريرة واحد ما اسمع. بعدين أبو ذر الغفاري، بعدين أبو أيوب الأنصاري. تاكي انا نعم. اللي عندي ابو هريره، بعدين ابو ايوب، ابو ذر. ما ادري متاكد. لا ماني متاكد. بس ابو ذر مات في 25 ثانيه. ابو هريره عهد عثمان. ابو هريره ابو ذر. ناخذ الاجابه ولا اي خذ ابو أيوه. هريره ابو هريره ابو ذر ابو ذر الغفاري ابو ذر الغفاري ابو لا. ابو ايوب ابو ايوب ابو ايوب الانصاري. اثنين خلاص خلاص دقيقه. اول واحد مين؟ ابو هريره. ابو هريره ابو ايوب. أبو ذر أبو أيوب. نعم. أبو هريرة أبو ذر أبو أيوب. أبو هريرة توفى عام 57. أبو ذر. وأبو ذر توفي عام وأبو أيوب توفي عام 52. والغفاري توفي عام 32. إجابة خاطئة. راحت عليكم 300 درجة. معوض إن شاء الله. الشوط السادس معروفة. تعتمد على الذاكرة الحفظ. عندي 25 مربع ركزوا عليه واتمنى تجاوبون عليه بشكل اسرع. لا تتوتر مرة. اوف وراحت عليكم 250 نقطة. يقطع حم. انتهى الوقت. والله ما حفظت شيء. انتهى الوقت. ارجع مكانك احمد. عندنا مربعات من 1 الى 25. راح اعطيك المربع قول لي شنو داخل هذا المربع. رقم 13 رقي. برافو. ياس. رقم 25 رمل. برافو. ياس. رقم 3 55 35 44. خطأ. السطرين الأولات كلها أرقام لحسن مخي شيخ. إن شاء الله في المرات القادمة 94. ما عليه. الشوط السابع يا أخي أنا إلى الحين حاس بالذنب. والله يا شيخ غبنا. طيب الشوط السابع معروف طريقته. رشحونا واحد والبقية تفضل. وانتم كذلك يا فريق الوفاد رشحونا واحد يشاركنا في هذه المسابقه واللعبه. يعطيكم العافيه جميعا. تستاهلون كل التوفيق والنجاح. خف علينا شويه. الوابري تفضل هنا. يا رحم امك لا تقهرني. بين عبد العزيز الوابري الشوط السابع وكذلك بين ناصر الكنهل من فريق الوفاده وعبد الله عمر من فريق الرفاده. طيب السؤال 50 ثانية إذا انتهت نوقف عند الحد نوصل له أو 350 آخر سؤال للشخص اللي جاوب عليه. يقول السؤال: دولة اسمها استنى شوي ليه ما تعطوني أوردر. أوكي
لين ما يجهز الوضع عندي. زي ما انتم عارفين السؤال الاول حيروح 150 ثم 200 ثم 250 الى 300. اخر واحد يجاوب في انتهاء الوقت ام اخر واحد يجاوب 350 نقطه ويستاهل ونقول له الف مبروك. النقاط 350 نقطة مؤثرة وحتشوفنا في المدفع كيف راح تأثر بشكل كبير وكذلك نقاط المسابقة كلها. السقاية الأساس إن 350 تروح لكم لكن احتمال يختطفها سواء كان ناصر كنهل أم عبد الله عمر من فريق الرفادة والوفادة وكن دائما الأول. طيب أنا قلت بداية السؤال دولة دولة بس دولة اسمها دولة اسمها صحيح بس انا انتظر بس الفرصه. في سؤال عن المدفع ممكن؟ لا سؤال عن المدفع عن المدفع تسال يعني أي. تفضل الارقام اللي هي 41 31 هذه نسبه ايش معناها نسبه يعني مجموع الواحد في المئة كم نقطه لا صعبه تحكم احتمال قد تكون 100000 نقطه احتمال تكون نقطتين على حسب بينك وبين الفريق المنافس تلفت عرفت يعني هي نسبه وتناسب نسبة في النهايه تناسب صح اخذ كم تشكل 100% يعني كذا يعني مجموع الارقام الثلاثه يشكل 100 اي كل لو جمعتها في اله عندنا حسبه برمجه يحولها الى 100% كم فلان وكم فلان وكم فلان يحسبها لك يعني ومجموع النقاط اتوقع قربت 20000 جميع المجموعات طبعا قربت او يعني نوعا ما اليوم تقرب اكثر. مسابقة السعي 350 نقطة هي الأساس من حظ الفريق السقاية لكن احتمال الوفادة أم الرفادة يختطفها منكم وتروح وتكون من نصيبة أو الشخص اللي راح يوقف في نهاية 50 ثانية نقول له ألف مبروك. يلا بسم الله وعلى بركة الله. دولة أسماءها أهلها البهارات الهند. برافو يا سلام عليك 150 نقطة. ما اللقب الذي يطلق على مدينة بعلبك اللبنانية؟ شباب اللي لبيزة تتكلموا معي ترى صوتي يوصل هنا رجاء خاص. ما أعرف ما في إجابة. الطائر الذي لا يصنع عشا لبيضه. الرخ. وقف. الخفاش. وقف. قصدي. الصقر. لا وقف. قصدي البطريق الإجابة. ما الكائن الحي الذي لا يتحرك؟ الشجر. الشجر. وقفوا. ناصر. كائن حي ما يتحرك. الوقت. ها عطني بسرعة. ما في اجابه. ما عندك اجابه؟ ما عندك اجابه. من اسمائه الضرجع. اللي بعده ما يصير. انتهى الوقت، برافو 150 نقطة، فريق الوفاد ناصر الكنهل، ألف ألف مبروك. المرجان. المرجان اللي في البحر. أوكي؟ الفريق اللي بعده راح يشاركنا ونرحب فيه. اللي هو ما ادري صراحه كم جمع فريق السقايه بس 150 نقطه راحت لفريق الوفاده معنا في المسابقه فريق